ثانيا وصل القضيه ديال البنديره ديال الرايه ديال الرايه في القلب الاخوان، كتحمل الرايه ديال المغرب احملها في قلبك، اما تجيب الرايه ديال المغرب التصويره ديال محمد السادس وتكشط بها المغاربه وتسرقهم انا ما متفقش. باش تكون الامور واضحه، الريف اثناء الحراك باش نخلي الاستاذ على خاطره كان مستحيل تهز الرايه الحمراء. علاش؟ لان كيعتبروها بان الرايه ديال المخزن ماشي ديال الشعب المغربي، والرايه الحمراء اللي حنا كنا كنشهدوا بها راه هي الرايه ديال اليوتي، خرجت القرار ديال اليوتي 1915، هذيك الرايه كان اليوتي بها كيحارب المجاهدين وكيجيب المغاربه في الجيش المغربي بالرايه المغربي، الرايه ديالو هو. ملي جا الاستقلال في 1955 56 وبغينا نرجعوا الرايه المغربيه قالوا لنا لا، لان الرايه المغربيه في السداسيه في استاد نجمت، واسرائيل كانت في 1915 ما كانتش باش نعرفوا متفقين، في 1956 كانت اسرائيل وقالوا لنا ما يمكن لناش نردوا الرايه الوطنيه ديال استاد نجمت لان هي الرايه ديال اسرائيل، هذا التاريخ ديال بلادكم. الرايه الوطنيه هي الرايه بن عبد الكريم الخطابي، اسمحوا لي نقولها لكم، اللي فيها سته وفيها الضربه الطحال، هذيك هي الرايه ديال المغاربه اللي كانوا بها كيحاربوا الرايه ديال اليوتي الحمراء اللي حيرت اليوم الحياه، الرايه ديال لا هذيك كاينه، الرايه المغربيه هي السداسيه، الرايه المغربيه هي السداسيه. ملي قررنا تكون عندنا الرايه في 1956 وقررنا تكون عندنا الرايه هذه الحمراء الخضراء قبلناها لا الاخ، والرايه انا كنقول لك هذه ثانيا فيما يخص الرايه ديال الامازيغيه، بغيت ما بغيتيش هادشي اللي كاين، الامازيغيه نقولها لكم هذيك الرايه ماشي انفصاليه، هذيك ماشي الرايه ديال الريف، هذيك الرايه ديال الامازيغيين من الجزيره الكناري حتى للقاع ديال المسار، هذيك الرايه توحيديه ديال الامازيغيين، شغلهم هذاك ما يمكنلكش تمنع عليهم، ممكن تقولوا انت ماشي امازيغي، اللي هو كيفتخر كيفتخر بالامازيغيه ديالو، علاش كانوا كيهزوها؟ بلا تفسر لك، باش يبينوا الفرق ما بين ما هما الريف وباقي ديال المغرب. ملي طلعت عندهم انا ورغبتهم وزوجتهم وقلت لهم خذوا الرايه المغربيه الخضراء، هي الرايه الوطنيه لان هي اللي رسميه صبحت من بعد الاستقلال، هي اللي خد محمد الخامس وبدلنا النشيد الوطني، عدلنا هذا. قالوا لي شاف نديروا حاجه وحده، حتى رايه ما بقيت تتحرك، واليوم في الحراك ديال الحسيمه حتى رايه ما كدوز، لا الامازيغيه لا الريفيه لا الوطنيه، والريفيه بما انه عند 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 واحد الشباب ديال الجمهوريه ديال بن عبد الكريم الخطابي شحال كانوا كيكونوا؟ جوج ثلاثه ديال الرايات، ما يمكنلكش انت كاين 10000 واحد ولا 50000 واحد مشي دابز مع ثلاثه الناس ينوضوا لك الفوضى، فالراجل طلعت ديك الرايه وشنو فيها؟ هذاك شغلك ما بغيتي، انا ما عندي حتى شي مانع، واذا كان 5 ولا 10% ديال المغاربه جمهوريين، انا اللي كيهمني على الاغلبيه تكون ملكيه ومتفقه مع النظام، اما يكون شي واحد جمهور شغل هذاك، امشي انا ندابز معه والله ما ندابز مع شغل هذاك حماق مع راسه ولا مع الحق، دابا نشوفوا شكون اللي مع الحق، كانوا جوج ثلاثه فهذا اكبر عدد ديال الرايات ديال الجمهوريه الريفيه، فهمتي؟ كانوا خمسه سته، ولكن كيبقى واحد العقليه خصك تفهمها. عند الريفي التحرر ديال الريف ومحاربة الاستعمار هو الماضي ديالو، هو الافتخار ديالو، هو العز ديالو، ما يمكنلكش تقول له ما تهزش واحد الرايه اللي كتمثل له محاربة الاستعمار الاسباني، ما يمكنلكش تحيد له من راسه القضيه دي، هذا باش تكون الامور واضحه، علاش غنبقاو حنا ندابزوا معاهم؟ اخيرا حيدوا جميع الرايات، حيدوا جميع الرايات وتهنينا، قلنا حيدوا جميع وهذه داروها غير محبة مني لأن بوستم ورغبتم وزوجتم، قال لك حنا غادي نحيدوا الرايات كلهم باش ما تقولش قولوا لي نهزوا الراية الوطنية ولا ماشي وطنية هذه انفصالية، قلت لهم حيدوا كل شيء، حيدوا كل شيء، ولكني لو كان صاحب الجلالة نقول لكم أنا ونعطيكم السر، محمد السادس طلع للحسيمة كان الشعب كله غادي يخرج بالراية الوطنية وبالصورة ديال محمد السادس. كانوا غادي يديروها لو كان طلع محمد السادس ودو معهم كانوا يخرجوا كلهم بالرايه الوطنيه باش نقولها لكم، مع الاسف ما مشاش وقف فاس وكان غادي يجي وما نعرفش شكون اللي قنعو انه يدير دوميتور بحال اللي كيقولوا الفرنساويين وما وصلش، لان الريفي ماشي انفصالي، هذيك خصكم تفهموها الاخوان، حنا ريفه ماشي انفصاليين في دمنا، دمنا ماشي انفصالي، حنايا كنجعلهم بالبلاد اللي كنعيشوا فيها الأمة ديالنا الوطن ديالنا، هذا علاش كاين في الريف
كاين رئيس البلديه ديال روتردام اللي كيتبع يكون رئيس حكومه ديال هولندا ريفي. هذا علاش في الرئيسه ديال البرلمان ديال كندا ريفيه. هذا علاش كاين 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 وزراء ريافه في بلجيكا وفي المانيا، لان حنا من طبيعتنا من دمنا ملي كنكونوا عايشين في واحد المجتمع نستوعبه ونعيش معه وما كنخونوش، كنمشيو كندابزو عليه كيما كان الامر. فالطبيعه الريفيه الطبيعه ماشي انفصالي، اللي كاين هو انه ملي جا الاستعمار هذوك الريافه ما قبلوش الاستعمار، بحال اللي ما قبلوش محو حمو الزياني ديال الخنيفره، بحال اللي ما قبلوش هبه مع العينين في السماره ما قبلوهاش، بحال اللي ما قبلهاش الجازولي في مراكش، باش تكون الامور واضحه، ما قبلوش الاستعمار وخرجوا للجبل وخرجوا صافي. غير هما هذاك بن عبد الكريم الخطابي ملي نجح ملي ربح الاسبانيول كان خصو يكون عنده كيان مخالف للكيان اللي كان امامه ديال فرنسا، هادشي اللي وقع. اما بغسلات محمد الخامس اولا ملي خرج من المنفى اول حاجه اللي دار حبس بالقاهره ومشى زار بن عبد الكريم الخطابي، وطلب بن عبد الكريم الخطابي يدخل، قال له لا انا فهاد السعدي ما ندخلش، ولكن انت هو الملك، ودار تصريح وقال للمغاربه محمد الخامس السلطان بن محمد بن يوسف عفوا السلطان غادي يدخل المغرب، هذاك هو الملك ديالنا الشرعي. وقبل ما يجيبوا محمد الخامس من المنفى كتابع انه فرنسويين كانوا مشوا عند بن عبد الكريم الخطابي واقترحوا عليه يدخل من الريف، وقال لهم لا انا ولاء الملك ديالي ومطلق وبدون تردد. وبن عبد الكريم الخطابي اللي هو ريفي قوميته العربية تنساو هادو، تنساو بأن بن عبد الكريم الخطابي عمره ما شكك في القومية ديالو العربية، عمره ما شكك بأن رغم أنه أمازيغي وريفي مستقبله ومصيره مرتبط مع الشعوب العربية. المغرب العربي. المغرب العربي. والتحرر ديال المغرب العربي. ما جيش تحرير لانه هو اللي نظم الجيش التحرير، هو اللي صفط هذاك سميتو السوداني بالباخره اللي كان فيها بومديان حافظ ابراهيم اللي كان فيها بومديان، هو اللي كيسوقها هو اللي صيفط السلاح. ديما كان كيتكلم على المغرب العربي الكبير بما فيه الجزائر وتونس، هذا الرجل الوحداوي ما تصوروش باستقلال المغرب كله. وكنجيو لهنا وبغينا نردو انفصالي من هذا الدوزيام كلاس صغيوار.